السلام عليكم، معكم محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك. غنتقاسم معكم اهم انجازات الحكومه في هذا القطاع. ثلاثه ديال الانجازات كنفتخر بها. الاول تعافي قطاع النقل من ازمه كوفيد مع اعاده فتح الاجواء والنقل البحري بسرعه وفي ظروف جيده، الشيء اللي خلى 3.2 مليون ديال المغاربه المقيمين بالخارج يدخلوا خلال عمليه مرحبه ديال سنه 2023، وساهم من جهه اخرى التعافي السريع لقطاع السياحه. الثاني هو اعاده ثقه قطاع النقل الطرقي بفضل مقاربه تشاركيه جديده مع المهنيين، وفضل مواجهه ارتفاع اسعار المحروقات بدعم مالي بلغ 8 مليار درهم. وهذا الانجاز ساهم في التحكم في التضخم وضمن استمراريه خدمات النقل تفاديا لاثار سلبيه خطيره. والثالث هو تسريع ورش الرقمنه في الاداره بهدف تبسيط المساطير وتحسين وتقديم الخدمات للمواطن. بالنسبه للمستقبل عندنا ثلاثه ديال البرامج المهيكله تنفيذا للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اولا البرنامج الشيكاكي مع ربط مدينه مراكش بالخط الفائق بسرعه، ومن جهه اخرى خلق نقل شيكاكي جهوي عالي الخدمه في المناطق الحضريه الكبرى. الثاني هو برنامج توزيع المطارات لمضاعفه الطاقه من 40 الى 80 مليون مسافر مع مواكبه المشروع التنموي للخطوط الملكيه من خلال عقد البرنامج. والثالث هو البرنامج الاستعجالي للمحطات اللوجستيه. كما اننا بدانا الدراسات من اجل تكوين اسطول بحري قوي وتنافسي تبعا للتوجيهات الساميه. وختاما نشتغل بجديه من اجل ضمان نقل مستدام ذو سلامه وجوده عاليه لكل المواطنين بما في ذلك العالم القروي في اطار ميثاق وطني للتنقل يستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد.